أصل الهداية ما هو؟ الدلالة. النبي يدلك، يقول لك هذا سبيل الرشاد وهذا طريق الغي، أسلك من هنا ولا تسلك من هنا، ثم يأتيك بالبشارة والنذارة والقصة والعبرة والمثل والحكمة والبصيرة، أعظوك تنويعات كثيرة لكي يقنعك، وينتهي دوره هنا. النبي لا يدعك بيدي، لا يدع أحدا، لا يلجي أحدا. النبي لا يسلط السيف يسله على رأسك يقول لك صلي وإلا قتلتك كما زعموا أنه قال، حج وإلا ذبحته، غير صحيح. هذا ديني وهذه هداية لي، وينتهي دور النبي. ومن باب أولى أن ينتهي دور من؟ الذين يرثون النبي، العلماء والدعاء والأئمة، عند الحد الذي انتهى عنده دور النبي. لا يمكن الدين، لا يمكن أن يكون بالإكراه والإلجاء. الدين هداية، هنا ينتهي دور النبي، بعد ذلك الباقي عليك أنت، إما سلكت هنا وإما أخذت هناك، ولا صحيح؟ والنتيجة معصوبة بجبينك، أنت تتحملها في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا وفي الآخرة. هذه الهداية، ما وراء هذا هو قصر وإلجاء وإكراه وإضطرار. الدين منه براء، الدين منه براء، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل، ومن كفر اذبحوه اقتلوه فإن الله غني عن العالمين. القرآن طافح بالآيات التي تقول، مش من لم يصلي ولم يصم ولا كذا، من كفر بالدين كله. الله يقول الله غني حميد، إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله غني حميد. ده ما في، لأنه هذا الدين كما قلنا يقوم على الهداية، والهداية مسألة تتعلق بإرادة الإنسان باختياره بقناعته. واضح يا إخواني؟ هذا هو. لكن انتبهوا، الدين الذي يريد أن يلجئ الناس وأن يقصر الناس على أشياء وبالقوة، أنا أقول لكم هذا دين السلطة، ويتوسل السلطة ويريد سلطة. وطبعا ما شاء الله الآن نرى دينا في بلاد العرب، دينا تقريبا في بعض المواطن يريدون أن يلتحي الناس على الرغم منهم بالقوة. طب إذا ما التحيت إيش؟ مش تقتل لكن في جلد، قال تجلد. شو الكلام الفارغ هذا؟ إيش هذا يا أخي؟ بدك تصلي وفي الجماعة وتغلق المحل وتذهب، يا أخي ما بدي أصلي في جماعة، افرض ما بصليش الإنسان إيش تعمل فيه؟ لا يقتل، كافر. شيء غريب يا أخي، أي دين هذا؟ وطبعا سوف ترون ببساطة أن هذا الدين يفرخ المنافقين. أنا أقول لكم، أنا فكرت طويلا وهذا الموضوع أرقني وأتعبني، أنا وجدت أيها الإخوة كثرت حركات الزندقة وادعاء النبوة وادعاء الإلهية، وكما قلت لكم هي من الكثرة بما كان أكثر مما تتخيلون، وهذا لا يقال لنا، كأنه تاريخ نظيف، تاريخ أمة موحدة، كثير في عبط هذا التاريخ، كثير كثير في أشياء مخيفة. تعرفون ماذا؟ بأسباب في رأسها كما قلت لكم الصراع السياسي، هذا السبب الأول، وفي رأسها أيضا في رأسها جموح السلطة، طغيان السلطة،